في ختام مبارياته في الدوري العام، الاهلي يهزم اسوان 2-1. احرز الاهداف محمد شريف في الدقيقه 69 من ضربه جزاء، وصلاح محسن في الدقيقه 96 من الشوط الثاني. كابتن 96 من كابتن من المباراه، كابتن شريف الف مبروك. يمكن شفنا استحواذ وشفنا فرص على المرمى وشفنا خلق فرص وشفنا القايم مرتين وشفنا الحارس اسوان طلع كوره، يعني شفنا منظر متغير عن اللي حصل الشوط الاولاني. شفنا هدف لاسوان غير مجرى شكل الملعب. يعني كنت نادي اللي انت الهاف تايم الثاني بتحاول يبقى عندك الضغط اللي ما كانش موجود اول هاف تايم. شفنا فراغ كبير اول صانع العاب ما لقيناهوش في الملعب زي قفشه كده. الحقيقه مفيش. هو قصدك هدف اسوان المبكر يعني هو اللي غير خلق الدوافع عند اللعيبه، غير لك استراتيجيه التحركات وبتاع، بقت كل الكور من على الاجناب اللي هي العرضيات الطويله دي مع الاستحواذ بالراس. اي اسيست لاي حد ثلاثه اربعه بيبقوا موجودين جوه بيحاولوا ياخدوا كوره ويخطفوها من دفاع اسوان، فبقت العمليه كر وفر. اول ما استلم الكوره العب باص اثنين والعرضيه اللي انت كنت بتطالب بيها في اول هاف تايم حاولوا يعملوها ولكن ما كانتش متقنه، ولكن اسوان وقفت صح وبقت مستريحه للاداء ده، لانك انت كل ما بتلعب كره على الارض وبتنفذ القوات بتاعت اسوان خلاص بيسلموا لك الملعب على اساس ان انت العرضيه اللي كنت بتتمناها تبقى من على الجنب قريب شويه. أيوه. وتبقى اقوى من كده شويه. أيوه. شفناها وكانوا هيعملوا هدف في نفسهم لران صديقه، حتى انت قلت لي يعني دي كانت هتخش. السيناريو بتاع المباريات مع الاهلي في الفتره اللي فاتت بيجي غير ما انت متوقع، عكس المتوقع. عكس المتوقع تماما. طبعا مباراه النهارده مش تحليلا ولا تقييما ولا اي شيء بالنسبه للاعبين او بالنسبه للمباراه نفسها. يعني المدير الفني هنا بيشاهد، خدت بالك، بعض اللعيبه في اداء المهام تحت ضغط. يعني انت لما دخل فيك الهدف النهارده ايمن، انا خلينا ناخد ايجابيات وسلبيات. يعني ماشي، لما دخل فيك الهدف النهارده بتبان اللعيبه بتاعتك تحت الضغط بيبقى شكلها عامل ازاي، شخصيتك، تصرفات، ده اللي بينزل ويدون بالنسبه لموسيماني والجهاز الفني كله. الشكل الجديد بتاع طريقه اللعب، هل انت هتفضل طول عمرك على 4-2-3-1 دي، او بالشكل اللي انت النهارده غيرته حاولت تلعب 4-4-2 شويه، حاولت تعمل اكتر من لاعب في منطقه الجزاء بدري. ايوه، مش من التحركات يعني. ولكن انا اللي اقدر اقوله لك سبب النتيجه دي او سبب تاخر النتيجه او هو فراغ صانع الالعاب من وسط ملعب النادي الاهلي. فلو كان في قفشه موجود النهارده اعتقد سيناريو المباراه ده كان هيبقى حاجه تانية خالص. ايوه صحيح. تعالوا كابتن عادل، قبل ما نروح للكابتن بلال تعالوا نروح لزميلنا شريف شعبان من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اتفضل كابتن اسامة، الف مبروك. طبعا النتيجه كان ممكن تزيد الشوط الثاني، ولكن العارضه والقائم وكنا نتمنى نشوف بعض اللعيبه اللي كنا قلنا عليهم قبل المباراه ان احنا دي فرصه بالنسبه لهم، وزي ما قالوا الكباتن ان ده ماتش هم مستنيينه يختموا بيه الموسم ويظهروا بصوره بقى افضل تعكس رؤيه المدير الفني بالنسبه ليهم وبالنسبه لارائه فيهم. هو الشوط الاولاني مختلف خالص عن الشوط الثاني. كويس. يعني احنا قلنا في لعيبه ما شاركتش خالص زي مصطفى شوبير، الشوط الاولاني يمكن ما كانش عليه اختبارات، لكن الشوط الثاني في اكتر من موقف تصرف كويس. يعني في كوره جات له مزنوقه بصها كويس، في واحده طلع على ال 18 طلعها. ده بالنسبه لمصطفى، يعني الحاجات اللي جات له الشوط الثاني اتعامل معاها بشكل كويس. عندك احمد كوكا طبعا ناشئ وصغير، يعني ادى الاداء الطبيعي العادي اللي هو ايه، واقف في نص الملعب بيباصي لاقرب واحد ليه. يعني ما تقدرش تقول انه كان سوبر، وما تقدرش تقول انه ادى الدور
بحكم الخبره الصغيره اللي عنده ولسه قدامه وكده، ما نقدرش ان دول الصغيرين. محمود وحيد مفروض كان يؤدي افضل من كده، يعني هو تحاول الشوط الثاني اتحرك اكتر بكتير من الشوط الاولاني، ولكن كان مفروض يبقى مردود اكتر من كده. بقيه الناس برضو الى حد ما، يعني طاهر، محمد طاهر ما النهارده مش واضح قوي، مختفي شويه. صلاح جاب هدف طبعا جميل في الاخر، ولكن برضو كان حركته اقل. يمكن اكتر واحد كان بيكافح طول الوقت هو إليو ديانج، اكتر واحد. لكن ما فيش شك ان نزول هاني نشط الجبهه اليمين، ثم بواليا لما نزل نشط الجزء الامامي. فالتغييرين دول عملوا حيويه وحركه كتيره شويه، العرضيات كترت، بقت في خطوره شويه جوه ال 18. يعني بصفه عامه الشوط الثاني اداء النادي الاهلي بقى افضل، والخوف كمان من الهزيمه بعد هدف اسوان بقت في روح عاليه، اللي هي بيقولوا عليها روح الفانيلا الحمراء. حتى لو في اوقات ما بتلعبش بشكل منضبط، يعني مش التحركات المظبوطه قوي ولا كده، ولكن كان في بقى خلاص اللي هي الاصرار من جوه كل واحد ان احنا مش هنطلع مغلوبين. يعني التحركات زادت، الجري بدون كره زاد، المحاوله على المرمى زادت، وشفنا زي ما انت قلت كره بواليا اللي عملها باك ويرد في العارضه، ثم كره بدر بانون براسه فاول في القائم، وغير فرص ثانيه لصلاح محسن والشريف وكده. فالاداء الشوط الثاني افضل كتير، ولكن زي ما انت قلت كان منتظر انه بعض اللعيبه يظهروا بمظهر احسن من كده، ولكن يمكن انتهاء برضو الموسم وان الدوري كان اتحسب قبل هذا اللقاء، الموضوع كانت واخده كان واخد هدوء شويه. لكن يحسب لهم ان هم بعد الهزيمه تحركوا بشكل كويس، واصرار وتصميم، ولعبوا بروح زي ما قلت الفانيلا الحمراء، وقدروا يجيبوا جونين، وكان ممكن الشوط الثاني يخلص 3 4 اجوان ثاني. يعني صحيح كابتن عادل، الف مبروك. يمكن هدف اسوان المبكر في الشوط الثاني غير شكل فرقه النادي الاهلي. اكيد طبعا، يعني السيناريو ما كانش متوقع. اولا انه النادي الاهلي كان متخيل ان ممكن يحرز هدف في اي وقت، فلقى هدف مباشر ليه خلى التغيير شويه في فكر اللعيبه، التسرع شويه من اللعيبه. لكن في حاجه مهمه لازم اقولها، النهارده اهداف المباراه يعني متغيره غير اهداف مباراه الدوري اللي بتتلعب على بونت، وعلى انك انت تشوف تصنيفك ومش تصنيفك وبتلعب على الدوري او، لكن انت في نهايه موسم انت بتلعب مباراه بيتقال عليها تحصيل حاصل، لان البناط اللي فيها مش مؤثره على الدوري. لكن دي مباراة اللي اتكلمنا فيها قبل كده، اطمأنينة على لعيبة. وعلى حاجة المهمة اللي أنا دايما بشوفها، دي المباراة اللي بتطلع ناشئين، دي المباراة اللي بتطلع لعيبة. يعني أنا عجبني النهاردة مصطفى شوبير جدا، يعني عجبني في ثباته، عجبني مصطفى شوبير لما دخل الجون. الجون مش منه طبعا، ده انفراد، وكان في أخطاء من السرد باكات، وراح انفراد 100%. يعني ما فيش ولا الشناوي لو كان موجود كانت هتدخل جون برضه يعني. لكن عجبني بعديها مسك نفسه ووقف، عجبني بعديها الكره لما رجعت له وقف وباصا كويس قوي. انا عارف انه بيلعب برجله كويس، ده حاجه جميله بالنسبه لمصطفى شوبير. بالنسبه للعيبه الاخرى، كوكا برده عجبني في انه اي نعم ممكن ما يكونش يعني اداؤه كان باين قوي، لكن اداؤه كان متوازن، لعب طول المباراه. فدي حاجة كويسة إن احنا جبنا مصطفى شوبير أهو دلوقتي عشان تطمن. والحاجة اللي احنا ما خدناش بالنا منها يا كابتن، ودي حاجة مهمة قوي، التلات حراس اللي موجودين النهاردة في القايمة دول مستقبل النادي الأهلي، اللي هو أحمد، اللي هو حمزة ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان. التلاتة دول فعلا يمكن أنا أعرفهم قوي، الثلاثة مستقبل النادي الأهلي. يمكن مصطفى شوبير هو يعني في الوقت الحالي أفضلهم، هو اللي ممكن يشارك يبقى ثالث، ودي الأهداف اللي احنا بنتكلم عليها، دي الأهداف اللي احنا عاوزين نشتغل عليها في المباراة اللي زي دي. عندك برضو بيكام لما نزل
سوري نيدفيد لما نزل بس هم لحقش يا كابتن. كابتن انا مش عاوز يلعب. خد بالك حتى محمد محمود احنا برضو استغربنا ليه محمد محمود وليه نيدفيد ما نزلوش المباراه النهارده. انا عايز اقول لك حاجه كابتن، ممكن كانوا محطوطين في معسكر للاحساس، خايف من اصابتهم، ممكن ينزلهم وممكن كانش ينزلهم، انت أي. فاهمني؟ ايوه. فالحاجه اللي عجبتني النهارده زي ما اتفقنا الحاجات الايجابيات اللي في المباراه، ان صلاح محسن برضو من اللعيبه اللي احرز اهداف في وقت قاتل، يمكن هو وهو متميز قوي في الهدف ده لو فاكر انت، هدف نادي الزمالك برضو أي. اللي بيحطها دايما في الزاويه البعيده عكس رجل الحارس، دي كمان كانت من الايجابيات. الايجابيه النهارده كمان محمد شريف جاب هدف، ودي حاجه كويسه. وفيها بص يعني نقدر نقول المباراه النهارده فيها مكاسب غير مرئيه، ولكن كان يجب ان هي تبقى افضل من كده فنيا. او الجون اللي جابه صلاح محسن جابه بمنتهى الذكاء والهدوء، ودي حاجه كويسه، والسنده بتاعته عاليه قوي فجاب هدف. تعتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، بعد انتهاء مباراه الاهلي واسوان وفوز النادي الاهلي على فريق اسوان بهدفين مقابل هدف، معي مدرب النادي الاهلي الكابتن سامي قمصان. كابتن سامي بقول لك اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، والف مبروك النهارده فوزكم اليوم. خلاص ختام المسابقه الاطول، يمكن مسابقه طويله جدا، مش عارف يعني اول اطول مسابقه في العالم يعني. عموما ختام للمسابقه النهارده، شفنا وجوه جديده في المباراه، وكان في ناس كمان على دكه البدلاء، ولكن الماتش يعني ما تسهلش عشان خاطر يشاركوا في مباراه اليوم. الاول طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوفه، وحابب طبعا انا اتكلم واقدم اعتذار طبعا لجمهور النادي الاهلي على الاخفاق اللي حصل في بطوله الدوري. يمكن الكابتن الخطيب اتكلم معانا في بعد لقاء الجونه وشرح الاسباب كلها يعني، واعتقد الناس مستوعبه كده يعني، لكن برضو في الاول والاخر احنا بنعتذر لهم على اي تقصير من ناحيتنا، لكن اعتقد ان اللعيبه دي برضو قدمت حاجات كتيره كويسه ان شاء الله نقدر نبني عليها كويس. فمره تانية بعتذر لهم، وان شاء الله نوعدهم ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. قبل ما نتكلم على اجابه السؤال بتاعي، وطالما ذكرت جلسه الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين، بعد جلسه الكابتن محمود الخطيب تاثيرك ايه مع اللاعبين وانتوا بتتكلموا مع اللاعبين في اوضه غرفه الملابس او وانتوا راجعين في الطريق؟ طبعا تأثير كبير جدا يعني، انت الرمز بتاعك بيتكلم معاك وبيشكرك على اللي انت عملته، بيدي لك دفعه قويه جدا يعني في وقت انت كل المنظومه محتاجينها احنا كجهاز ولعيبه وحتى الجمهور نفس القصه. فاعتقد الحمد لله دي بتدينا دفعه كويسه، بتدينا ثقه كويسه، بتدينا مسؤوليه اكبر بقى، اللي انت كابتن بيحملك مسؤوليه كبيره جدا اسم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومكانه وقدر النادي الاهلي. فاعتقد الحمد لله اللعيبه مقدره كده ومتعادين، خصوصا بعد المباراه على طول اللي احنا خلاص دي بطوله وخلصت، عندنا ثلاث بطولات مهمين جدا ركز فيهم كويس جدا وننهي الموسم. اعتقد ان شاء الله لو نهينا الموسم بالثلاث بطولات دي اعتقد يبقى نجحنا بنسبه فوق ال 95% يعني. لكن انا عارف النادي جمهور النادي الاهلي ما برضاش الا بال 100%، لكن برضه يعني انت بتحاول تعمل عليك وزي ما ربنا بيراضيك اكيد يعني، بيبقى في حاجه ثانيه ناس ثانيه تعبت فاكيد ربنا بيراضيها. النهارده بقى مباراه اليوم، يمكن المفاجاه اسوان بيتقدم علينا والاهلي بيتعادل وبيفوز. كان في لعيبه كتير على دكه البدلاء زي كريم نيدفيد اللي شارك في لحظات اخيره، محمود متولي، محمد محمود، النهارده بيشارك محمود وحيد، بيشارك كوكا، يعني كنت هتدفعوا باكثر من لاعب، ولكن المباراه يمكن اتصعبت شويه، وكان يهمكم طبعا تفنشوا المباراه وتفنشوا فوز طبعا، فده ممكن يكون صعب مشاركتهم اليوم. زي ما انت قلت يعني هبدا طبعا باللي انت نهيت بيه، اللي طبعا ظروف الماتش ما ساعدتناش على تصور اللي الراجل كان عاوزه يعني، هو كان عاوز يضايق طبعا لنيدفيد ومحمد محمود ومتولي الناس اللي كانت بعيده يعني، لكن ظروف الماتش زي ما انت قلت صعبت، لكن برضو انت بتفكر ان ده نهايه موسم والنادي الاهلي مش متعود دايما اللي يلعب مباراه زي ديت يعني مبقاش ليها هدف، على بال ما بتقدر تدي له دوافع وتدي له تكلمه في اهميه المباراه والكلام ده بيبقى محتاج برضو استثاره كده تحصل له يعني. اعتقد ان الهدف برضو ده خلى اللعيبه تحس مسؤوليه اكبر وخلى الحمد لله نسجل هدفين يعني، لكن ان شاء الله برضو قلت لك دي صفحه وانتهت بالنسبه لنا خلاص، بطوله وانتهت، لكن ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يكون تركيز اكتر مع الصفقات اللي بتيجي الاضافات اللي بتجي لنا، اعتقد ان شاء الله الفرقه تبقى شكل احسن ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي من اول امبارح وهو بيستقبل اعلان النادي الاهلي عن صفقات سوبر ستار، صفقات ولا اروع ولا اجمل، اسلكت صدور كل جماهير النادي الاهلي، ويبدو ان القادم قوي جدا في تعاقدات النادي الاهلي، فيبدو ان القادم في السكور بتاع النادي الاهلي هيكون قوي جدا في الاسماء اللي احنا شفناها والاهلي اعلن عنها.
طبعا في البدايه طبعا دي مش تقليل من اللعيبه اللي موجوده النادي الاهلي، وكل الفرق الكبيره بتفكر كده، ودايما النادي الاهلي الحمد لله سابق الحمد لله، يعني ان انت تغير وتعمل صفقات زي ديت يبقى انت طموحك اكبر واكبر، اللي انت عاوز تبقى عاوز اللي انت توصل مش هقول للكمال، الكمال لله عز وجل يعني، لكن بمثاليه اللي انت تقدر تحافظ على كل البطولات اللي انت بتشارك فيها. لعيبه مهمه جدا، لعيبه اعتقد اسماء كبيره، ولعيبه لعبت في دوريات كبيره زي الدوري الانجليزي، بريستا ولويس برضو من اللعيبه المميزه، وحسام حسن طبعا لعيب مميز، كريم فؤاد نفس القصه. فاعتقد الحمد لله دي تكون دي اضافه كويسه، وبيتحملوا مسؤوليه كبيره جدا، يعني ان تيشيرت النادي الاهلي كبير جدا وتيشيرت مسؤوليه كبيره جدا، ان شاء الله اتمنى ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه دي، وان شاء الله يحققوا طموح واحلام جمهور النادي الاهلي. بس الاختيارات ايه جايه على الفرازه زي ما يقولوا المره دي؟ يعني صفقات سوبر ستار، صفقات تقيله جدا. بص دايما انت وصلت بقى لليفل اعلى جدا عالي جدا، يعني انت دلوقتي بتلعب الحمد لله بتلعب كاس عالم الانديه، بتلعب فرق عالميه بايرن ميونخ، ان شاء الله تلعب تشيلسي، وان شاء الله تلعب كل الفرق الكبيره ديت. فطموحك كبير، طموحك اللي انت تحافظ برضو على البطوله الافريقيه، طموحك اللي انت ترجع الدوري اللي بالنسبه لنا يعني حاجه صعبه جدا، يعني ان جمهور النادي الاهلي يفقد بطوله الدوري العام صعبه جدا علينا على كل المنظومه في النادي الاهلي يعني. لكن عندنا اصرار كبير جدا، يمكن بعد كل اخفاق زي ما الكابتن قال تبقى انطلاقه، اعتقد ان شاء الله تكون دي الانطلاقه لينا وللعيبه، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني بدايه من كاس مصر ان شاء الله ربنا يوفقنا فيه، والسوبر المحلي والسوبر الافريقي، وان شاء الله ان شاء الله نمشي على الطريق اللي جمهور النادي الاهلي بيحلم بيه ان شاء الله. لسه في مفاجآت ولا خلاص؟ بص خلينا كل وقت بوقته يعني ان شاء الله ربنا ان شاء الله يوفق ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يوفقنا لاختيار الاحسن، وتكون اللعيبه ان شاء الله مقدره المسؤوليه ديت، وان شاء الله تلبي طموحنا وطموح جمهور النادي ان شاء الله. هياخدوا اجازه حوالي قد ايه؟ والله لسه دلوقتي هيتكلم في اجتماع دلوقتي معانا مع الراجل ان شاء الله نحدد يعني، ولان مرتبطه طبعا برضو بالاجتماع اللي هيحصل يوم الاثنين لتحديد المباراه قد ايه يعني. اللعيبه انت شايف موسم انت قلت طويل جدا يعني، اعتقد يعني اللعيبه محتاجه اللي هي تريح، عندنا برضو لعيبه رايحه المنتخبات فهتبقى صعبه يعني بالنسبه لنا، لكن اعتقد ان شاء الله اللعيبه اللي موجوده هنا تاخد راحه كويسه، عشان داخلين بقى ان شاء الله على تحدي كبير جدا يعني، ان شاء الله يكون ان شاء الله فايقين يعني. ان شاء الله 9 لاعبين في منتخب مصر الاول بيعبر عن تالق لعيبه النادي الاهلي وقوه لعيبه النادي الاهلي في المنتخبات، دي حاجه طبيعيه دايما النادي الاهلي هو بعد ربنا داعم لكل المنتخبات يعني، انت اوقات كتيره جدا انت كنت بتفضل مصلحه المنتخب على مصلحه النادي، ممكن ده اللي حصل الحمد لله في المنتخب الاولمبي اللعيبه. الكلام ده افعال؟ لا ده واقع، انا بكلمك في واقع يعني، والحمد لله كل الانصارات اللي حصلت منتخب مصر لما تبص القوام الفرقه هتلاقي قوام كله من النادي الاهلي، ودي حاجه الحمد لله تحسب للنادي الاهلي وقيمه وقدر النادي الاهلي يعني. ما تنساش برده لسه في علي معلول برده من الناس اللي موجوده في تونس، وان شاء الله بدر ان شاء الله يكون موجود، وديانج برضو وبواليا، فاعتقد برضو كل ده بيدل على مكانه وقدر النادي الاهلي، ان اللعيب في النادي الاهلي بيبقى يعني مش عاوز اقول يعني بيبقى حاجه كويسه جدا لاي منتخب يعني، اللي هو يشوف لعيب النادي الاهلي بيلعب كل المسابقات ديت بنفس القوه بتاعه المباريات الدوليه، فاعتقد ان شاء الله اللي ربنا يوفقهم في المنتخبات، وان شاء الله يرجعوا لنا اهم حاجه اللي هم سلام ان شاء الله. اخيرا بعد الانتهاء الاجازه هنشوف بقى اللعيبه العائده من الاعاره، هنعرف بقى ساعتها اساميهم، مظبوط كده ولا انا؟ ان شاء الله برضو نحدد يعني شغالين على كده ان شاء الله. بس انت زي ما انت بتقول يعني برضو كل ما بتعمل صفقات انت عاوز يكون عندك برضو ايه الافضليه للناس اللي تشارك لو عندها فرصه تشارك، او مثلا اللي تيجي هيبقى ليها دور، فمهم جدا برضو اللي تيجي كده. فاعتقد الحمد لله احنا يعني اعتقد يعني ان شاء الله الكابتن ولجنه التخطيط ومع الراجل بنشتغل ان شاء الله بشكل احترافي كبير جدا، وانت عارف النادي الاهلي دايما ما بيبصش لقدام وبيبص دايما لبعيد، عشان كده النادي الاهلي دايما في مكان تاني ان شاء الله. يعني مش هقول لك مبروك على اليوم، وانت اعتذرت لجمهور النادي الاهلي، باذن الله باذن الله الشهر الجاي باذن الله يكون في بطولات للنادي الاهلي كالعاده زي ما عودتونا الفترات الاخيره كلها. هو ده اللي احنا بنوعد فيه، يمكن انا قلت لك ان بنعتذر كلنا لجماهير النادي الاهلي، وده مش اعتذار كلام، الاعتذار ان شاء الله هيكون بفعل ان شاء الله بالبطولات اللي جايه دي ان شاء الله،
ان شاء الله، عشان دايما النادي الاهلي دايما 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 هو ان شاء الله رقم واحد. موفقين، وخصوصا حضرتك كابتن سامي وفي ظهر الراجل وشغل كويس قوي باين لكل الجماهير، فموفقين يا كابتن سامي. لا ده دوري، ما فيش اي حد بينتمي للنادي الاهلي بيشتغل للنادي الاهلي، مش لاي منصب يعني. شرف لاي حد اللي هو ينتمي للنادي الاهلي، شرف لاي حد اللي اشتغل في النادي الاهلي باي منصب. اي منصب انت بتبقى فيه في النادي الاهلي، انت النادي الاهلي اللي بيكبر اي حد باي منصب يعني. فان شاء الله دايما ورا الراجل ودايما ورا النادي، ولكن برضو محتاجين جمهورنا دايما ورانا خصوصا الوقت ده. ويمكن احنا دايما بنقول كده يعني، كابتن رد فعل الكابتن والكلام دوت والمسؤوليه اللي حطها على اللعيبه واللي حملنا مسؤوليه الجماهير ديت، اللي الجماهير دي اللي نازل لازم جماهير النادي الاهلي تكون سعيده، لكن احنا برضو دلوقتي ده محتاجينهم اكتر، ان يدونا ثقه ويدوا لاعبتنا ثقه ويكون عندهم ثقه في ربنا الاول وفي المنظومه كلها اللي هي هتحقق طموحها يعني. فاعتقد الحمد لله ان شاء الله احنا عندنا ثقه كبيره فيهم، وان شاء الله ربنا ان شاء الله باذن الله. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع مدرب النادي الاهلي الكابتن سامي قمصان بعد فوز النادي الاهلي اليوم في ختام مشوار الدوري العام على فريق اسوان بهدفين مقابل هدف. عوده لك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان. اعلن منذ قليل امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي عن تعاقد النادي مع حسام حسن مهاجم سموحه لمده 5 سنوات قادمه، والساعات الماضيه شهدت انهاء كافه الامور الاداريه والماليه مع نادي سموحه في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين. كابتن بلال، ألف مبروك مباراة اليوم، وأعتقد انضمام حسام حسن هيبقى مكسب وقوة هجومية أخرى للنادي الأهلي. الله يبارك فيك كابتن أيمن. زي ما احنا اتفقنا قبل الماتش إن في يعني نادي الأهلي ما ينفعش إن هو يخسر مباراة أو يتعادل مباراة بالشكل ده، لأن دي قيمة النادي الأهلي طبعًا، واسم النادي الأهلي كبير جدًا، وزي ما قال كابتن أسامة والكباتن اتكلموا على السبيريت اللي كانت موجوده خصوصا في الشوط الثاني. روح النادي الاهلي، ازاي انك تبقى مغلوب، عايز تتعادل، عايز تكسب. فرص كثيره ضاعت من النادي الاهلي. ممكن ما يكونش فيه تنظيم جيد، ممكن ما يكونش فيه يعني تكتيك واضح بالنسبه للعيبه، المهارات الفنيه مش عاليه، ولكن بيعوض كل ده الرغبه في المكسب والروح بتاعتك اللي انت مزبوط. اللي اللعيبه بتأدي بيها واحساسهم بقيمه النادي الاهلي، وان احنا ما ينفعش المباراه يعني تخرج بالشكل ده، وان الاهلي يبقى خسران او حتى متعادل مع اسوان حتى في نهايه المباراه، حتى ولو كنت مفتقد لبطوله الدوري العالمي. حسام حسن لاعب جيد، امكانيات جيده، احنا ما شفناهوش الاسابيع اللي فاتت دي او نص السيزون اللي فات، كان سافر ليبيا لانه كان سافر في عاده احترافي او اعاره بسيطه كده، لكن ما قبل هو لعيب جيد، بيلعب لعيب رقم 9 في منافسة جيدة بينه وبين محمد شريف، وإن كان الاثنين مختلفين بالزبط. في الستايل وفي الأداء وفي طريقة اللعب وفي الإمكانيات، يعني يبقى عندك اثنين نماذج مختلفة شوية من رقم 9 شريف، اللعيب اللي دايما بيستلم للأمام، دايما تحركاته كلها قطرية، عايز بيشتغل في المساحات بشكل كويس. صحيح. حسام حسن لعيب محطة بيلعب بظهره، لعيب دايما وشه لزمايله في الملعب، تقدر تعتمد عليه في الكرات الطوليه، تقدر تعتمد في التحركات القصيره، محطه بالنسبه لزمايله، ممكن يعمل حته يشتغل معاهم في حته الدبل باص بشكل كويس، الكرات العرضيه مميز فيها بشكل جيد. فانت عندك اثنين نموذجين اصبحوا مختلفين، بالاضافه طبعا لبواليا، بالاضافه لمروان محسي، ما اعرفش مين مكمل ومين ماشي، لكن بالتوفيق اللي هيكمل طبعا في النادي، وبالتوفيق اللي يعني اللي مش هيبقى برضه له نصيب مع النادي الاهلي، لكن دي طبيعه كره القدم يعني، انت اوقات بتلعب واوقات بتبقى احتياطي واوقات ثانيه بتبقى مش موجود بره التيم. ولكن انا بتكلم ان هي صفقه لو وفق مع النادي الاهلي، وده امر يعني مطلوب بشكل كبير، لان انت برضه بيبقى مطلوب قوي في البدايات انك توفق. صحيح. خاصه لما تكون رايح على راس حربه هو هداف الدوري، يعني حسام حسن جاي على محمد شريف هداف الدوري العام، هو اللعيب رقم 9 الاساسي بالنسبه لك. صحيح. فانت هيتطلب مجهود كبير جدا 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 من حسام حسن يبذله عشان يبقى له مكانه اساسيه. صحيح. احنا نتمنى الاثنين يكونوا موجودين، يعني احنا لما بنحب نتفرج عايزين واحد راس حربه والتاني من تحتيه، ويبقى عندك اثنين لعيبه بستايل مختلف بطريقه لعبه مختلفه، ولكن برضو القرار في الاول وفي الاخر ده بيبقى للمدير الفني مستر موسيماني. صحيح. وزي ما قالوا نجومنا فعلا هي تدعيمات كبيره جدا، ونتمنى ليهم التوفيق ان شاء الله. ويمكن احنا قرينا من يومين انه حسام حسن كان في حته ثانيه، النهارده حسام حسن داخل النادي الاهلي. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. ما
نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وقبل ما نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار تعالوا نروح بسرعه للمؤتمر الصحفي بعد المباراه ونشوف مستر موسيماني قال ايه. If you have a message you want to send to the Ahli fans, what is your message? The Ahli will supporting you and backing you, the fans. So what is your message? Your message for the fans, the Ahli fans. Assalamu alaikum. Now I know who is loyal to us. The journalist. Normally we have the full house. Alhamdulillah. Yeah, I think the message is I've paid my school fees. بس هو سؤال بس، وكان الاستاذ محمد بيسال بيقول له انت عملت موسم كبير في خلال 10 شهور اقل من سنه، حققت القاب كانت غايبه عن النادي الاهلي زي الكاس السوبر وزي كاس مصر وزي افريقيا ومرتين افريقيا وزي ميداليه برونزيه لكاس العالم للانديه، ايه رسالتك للنادي الاهلي لجماهير النادي الاهلي دايما في ظهرك ودايما بتدعمك وعملت ملحمه زي حد عامل حياتك ادويه ملحمه في حب النادي وفي حب اللاعبين والفريق والجهاز. فهو بيرد بيقول انا اتعلمت دفعت مصاريف الدراسيه، بمعنى انا اتعلمت دفعت ثمن التعليم يعني. I came naive and not knowing what is happening. وصلت ساذج مصر وكنتش عارف ايه اللي بيحصل. Not understanding the dowry. ما كنتش فاهم ايه الدوري الدوري المصري. Not understanding the culture of my players. ما كنتش فاهم ثقافه اللاعبين بتوعي. Didn't even understand the religion. حتى الجزء الدين ما كنتش فاهم تعاليم الدين. I didn't understand many things. حاجات كتيره ما كنتش فاهمها لما جيت. I just came for football. جيت بس لكره القدم. But I've realized that it's more than football. بس عرفت الموضوع، اتاكدت الموضوع اكبر من كره قدم. But yes, I've made a lot of mistakes. طبعا انا ارتكبت اخطاء كتير. I look back and I said, oh, I made many mistakes, but I made mistakes because I was a little bit not aware. You know, like a small two-year-old, you can just cross the street. بيقول انا ارتكبت اخطاء، بس ارتكبت اخطاء عن جهاله، لان كنتش عارف، عن جهل يعني، ما كنتش عارف زي الطفل الصغير لو عنده سنتين لما تبقى يعدي الشارع وهو مش عارف، ما عندوش معرفه لسه. But somebody posted a lot of pictures, six pictures on the social media, and I saw myself in those six pictures. هو في حد حط على السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي ست صور، وهو شاف نفسه في الست صور زي ما هو بيرفع الكؤوس وال and yes I understand the spirit of Ali. فاكر افهم دي ايه فتره النادي الاهلي فعلا. The spirit of Al Ahly is to win. ودي روح شخصيه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي، روح النادي الاهلي انك بتكسب كل حاجه. And then out of six we got five. ومن ست مسابقات لعبنا عليهم كسبنا خمسه. Yes, we could have done better. كان ممكن نعمل أفضل طبعا. But when you play 19 games in 53 days and every game every 3 days. لو كنت تلعب 19 ماتش في 53 يوم، وكل ماتش كل 3 أيام تلعب مباراة. And we had our opposition resting for maybe for a month. والمنافسين بتوعك بيقعدوا كده قاعد منافس قاعد منافس بتاعك قاعد مستريح حوالي شهر. We went to Kinshasa. احنا طلعنا ورحنا كينشاسا. We went to Tunis. ولتونس. We went to Pretoria. ورحنا بريتوريا سيتي. We went to Qatar. ورحنا قطر. We went to Qatar. ورحنا قطر تاني. We spent 14 days in Qatar. قعدنا 14 يوم قضيناهم في قطر عشان نلعب. We spent 7 days in Qatar. وقعدنا 7 ايام بعد كده تاني عشان الكاس السوبر هناك. And we had 6 players in the Olympic Games. وعندنا 6 لاعبين بيلعبوا مع المنتخب الاولمبي في دوري الالعاب الاولمبيه. At the moment I think we've got about 7 players in the senior national team. في الوقت برضو عندنا 3-7 لعيبه في المنتخب الوطني الاول. My boys have been to Kenya, to Togo. كينيا وتوجو وروح كل حته. لعيبتي بيروحوا مع المنتخبات الوطنيه في اماكن مختلفه في كينيا وفي توجو. And you get what you got. In the 11 months. ومع ذلك في خلال 11 شهر حققنا اللي احنا حققناه ده. If you're not happy, you are ungrateful to God, to what God gave you. لو انت بتبقاش سعيد يبقى انت جاحد على اللي ربنا اداهولك، يبقى انت مش شاكر ربنا على النعمه اللي اداها لك. And my boys are finished their time.
ولعبتي خلاص بدنيا خلصت تعبانين جدا مرهقين جدا. And that's why today we gave them the rest. عشان كده النهارده اديناهم راحه في المباراه. لعبت المنتخب الوطني اللعيبه الدوليين اديناهم راحه ما لعبوش. They can have 4 days. على الاقل حتى ياخدوا 4 ايام. بكره يرجعوا بعد بكره يرجعوا المنتخبات الوطنيه مختلفه. So that's why they're not here. عشان كده مش موجودين اديناهم راحه حتى يستريحوا. The 4 days after. دول 4 ايام الماتش الاخير 4 ايام دول بس يا دوب يريحوا فيهم قبل ما يروحوا المنتخبات. Because when they come back from the national team. عشان يرجعوا سواء لعيب مصير منتخب الوطني المصري او لعيبه تانيين منتخب المنتخبات الثانيه. The case starts. لما يرجعوا هيرجعوا على بدايه ماتشات الكاس. كاس مصر. And then some other people will be resting again. ويمكن بعض لعيبه تانيه هتريح تاني. We have to catch up. لازم نعوض طبعا لازم نعوض. But we're not complaining. لكن احنا مش بنشتكي من حاجه. The Ali supporters have given us the power. جماهير النادي الاهلي بتدينا الطاقه والقوه. I've seen and I've heard from my feedback to say that yes they are a little bit hurt like we are all hurt. طبعا سمعت ان هم طبعا اكيد متالمين ومتضايقين طبعا لانهم احنا خسرنا الدوري زي ما احنا برضه متضايقين ان احنا خسرنا الدوري. But sometimes in life God says you need to come back and fight for something. احيانا ربنا بيدينا كده دروس في الحياه ان انت لازم ترجع تاني وتقاتل من اجل حاجه. Because maybe if you got everything. يمكن لو كنا حققنا كل حاجه. Then you would have nothing to fight for. ما كانش عندنا حاجه نقاتل من اجلها تاني. But we say to them they supported us. لكن هم بيدعمونا وبيشجعونا. Remember, I have not seen them. طبعا للاسف انا شفتهم مش بلعب بغير جماهير. But I can hear them on the streets. لكن بسمعهم في الشوارع لما اجي في الشارع باجي انزل. And they've been there for us. موجودين على طول معانا. Next year. السنه الجايه ان شاء الله. والله we'll be much better team. ان شاء الله وبيقسم بيقول والله هكون افضل بكل فرقه افضل. Because I'll be a little bit smarter. هكون اذكى شويه. I'll understand the league. فهمنا الدوري نظام الدوري ماشي ازاي. And we are putting in a few players. واضفنا بعض لاعبين تانيين جداد. To strengthen the team. عشان نقوي الفريق. And we'll be better. وإن شاء الله هيبقى أفضل بإذن الله. And I want to say to them, thank them for the support. وعايز أقول لجميع أهلي أشكركم للدعم. I'm going home tomorrow. أنا أرجع بكرة بلدي. I've never been more than 3 days at home. أنا عمري ما رجعت بلدي أكتر من 3 أيام. In 11 months. من 11 شهر لوقت ما جيت عمري ما رجعت بلدي أكتر من 3 أيام. And I'm going back for 4.5 days. هرجع 4 أيام ونص بلدي. And I'm not complaining. وما اشتكيش أبدا. I'm committed to the team. أنا ملتزم على الفريق. Because I'm very, very, very hurt. يعني عندي روح about losing. طبعا بالنسبه للدوري انا حزين جدا 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 ان احنا خسرنا بطوله الدوري. I'm a coach and a winner. I win trophies. انا مدرب وانا فوت بكسب القاب بكسب بطولات. We will be back. وان شاء الله احنا راجعين. اتفضل يا فندم. طبعا بنورك افضل بدايه ما يمكن في تاريخ الاهلي. You have to know that the best start ever for all the head coach for Ahli club is with you coach. Starting from 9 is a statistic. Thank you very much. وبيقول له أفضل إحصائية يعني حسب الإحصائية أفضل بداية في تاريخ النادي الأهلي من أي مدير فني مستر بيسو. I don't know the history that much. أقول أشكرك أنا ما أعرفش تاريخ النادي الأهلي بالشكل ده قوي يعني. If you say it's the best start. لو حضرتك بتقول ده أفضل بداية لأي مدير فني. I must be thankful. أنا سعيد لأ بشكرك. But I think there was legends like Jose. مانويل جوزيه في اساطير تانية زي مانويل جوزيه. I think he had maybe better start than me. يمكن بدا بدايه افضل مني. He didn't get the championship. He didn't win the league. He's a legend. هو اسطوره كبيره مانويل جوزيه. God will be there for me. الحمد لله ان شاء الله ربنا يقف جنبي ويدعمني ربنا معايا. اتفضل يا فندم. Congratulations for the historical season. Despite of the games. جماهير الاهلي بس الاهلي واخده على عدد الاهداف اللي دخلت في مرمى النادي 29 مارك ريجاردينج ذا جولز وين كونسيد عدد كبير جدا جدا 29 29 جولز كونسيد ذا هول سيزون از ا في از ا هيوج نمبر اي ثينك وذ ذا نيو بلايرز ذا نيو سيزون وات از يور فيجن فور ذا نيكست سيزون والتدعيمات اند دو يو ثينك ذات يور بلايرز وود بي بروت فور يو بروت فور ذا تيم يو كان جيت سترينث تو ذا تيم اند يو كان ميك ا ديفرنس فور ذا كلوب. Starting with a goal we concede, coach. I'm an open coach, and I'm an honest coach. طب بس هو السؤال بس بيقول ان جميع النادي الاهلي سعيده بالموسم التاريخي. I don't run. Yes, I know. When there's a problem. انا امين مع نفسي وانا ما بحبش لما يكون في مشكله.
ببص نفسي كويس وبسال نفسي يا ترى في مشكله ولا لا. ببقى واضح مع نفسي بقى. وزي ما حضرتك قلت حكايه ان دخلت فيها 29 جون السنه دي، اه دي في مشكله فعلا. If you look at the goals we conceded, لكن بص الاهداف اللي دخلت فينا mostly is second half. استقبلناها معظمها في في في, في الشوط الثاني، اخر اخر دقيقتين، اخر ثلاث دقائق، اخر دقيقه في المباراه، اخر خمس دقائق، 10 دقائق مباراه. وسؤال بساله لنفسي انا، ممكن حاجه تساعدني كمان بس يكمل، ممكن بحاول let me finish I'll give you a chance. هيكسبوا يكملوا حقيقه. When the team concede a lot of goals at the end, لما فريق بيدخل فيه اهداف بيستقبل اهداف في اخر دقائق في المباراه في نهايه الماتش، السؤال you lost concentration فقدت تركيزك، لا فقدت تركيزها، you tired مرهقين، or you attack carelessly ولا بتهاجم بعشوائي يعني بدون اهتمام بالدفاع. So my job is to go home now. انا دوري مرجع بلدي the next 4 days الاربع ايام اللي جايين. I will look هبص and I will be honest to myself وهبقى امين مع نفسي. But don't forget there are number of games and traveling. تسعه عدد الماتشات لعبناها والسفر وال my players are tired. لعبتي تعبانه طبعا. Okay, coach, I ask you, do you need defenders, new defenders to look? Football is a very, very funny game. I said it last time. لعبة طريفة جدا كرة القدم. I said it last time. The score was 4-2, and somebody says you conceded two goals. I said, but I scored four. الماتش اللي فات كسبنا 4-2، فيقوم بس قالوه في المؤتمر الصحفي ان دخل فيه جونين، فرد قال لهم بس انا جبت اربع اجوان. احيانا ساعات تبقى 2-0 تبقى اسبانيا 2-0 ومش هتلاقيها حلو ما دخلش فيك اجوان بس جبت جونين بس مش اربعه. من كان بيدخل فيك جونين بتطلع بدروس ليه دخل فيك اهداف وكده ممكن تحسن دفاعك وتشتغل عليه. And when you scored four, لما تسجل اربع اجوان then you say but why can't I score five or six? ليه برضه هتسال سؤال ليه ما جبش خمسه وسته؟ Do you know what I'm trying to say? هيك فاهم عايز اقول ايه؟ When you play against a team like Masri, بتلعب فرقه زي النادي المصري very very good team, فرقه كويسه جدا جدا طبعا. And you put four goals against them, وتسجل اربع اهداف ضدهم. You say to yourself, هتقول لا بتسال نفسك what kind of a team do I have? So I think انا فرقتي كويسه can go more and score five and score ممكن فرقتي ممكن كويسه ممكن تروح وتزيد وتجيب خمس تجوان ست تجوان. You can see two, maybe this team can stay with zero behind. بس برضه بنقول برضه يعني اه الفرقه بتاعتنا دي دخل فيها جونين ممكن نحافظ على الشباك لطيفه ما تخش لعبه. روحنا كاس العالم دخل فيها في كاس العالم كله جونين. Okay. From Bayern Munich, a big team. It took Bayern Munich 77 minutes to score the second goal. قعدوا 77 دقيقة بايرن ميونخ عشان يعرفوا يسجلوا الجول الثاني. We went to Morocco. We went to Wydad. واحد المغرب لعبنا مع الوداد. We conceded one goal. دخل فينا جول. We scored five. وفي الماتشين جبنا خمسة. We scored four. مع الطاقة جبنا أربعة أجوان. Sundowns we scored three. Sundowns جبنا ثلاثة أجوان. دخل فينا جول جبنا ثلاثة في مجموعة الماتشين طبعا. So if you get achieves final three. كنا شيفز فاينل. جبنا ثلاثة جول ما دخلش فينا حاجة. طب ساعدني فرصة بس. We go to Kinshasa. We score 3-0. في كينشاسا جبنا ثلاثة أهداف. So what does it mean about this team? This team. ده معنى إيه الفرقة دي؟ Can keep zero. الفرقة دي ممكن تحافظ على شباك نظيفة أو تخش فيها جوان قليلة. But is it only against big teams? بس ما قدام الفرق الكبيرة بس. So maybe is the attitude. يمكن the mentality. تفكير. Of not respecting Mahala. الناس ساعات يعني you don't respect. يعني بقول يعني ما مش بس حكاية ما تحترمش محل أو أسوان فرق صغيرة أو الجونة. But you respect Bayern. تحترم الفرق الكبيرة زي بايرن. You respect Taraji. الترجوي دي يقصد مش يحترم يقصد يعني دي اهتمام يعني. You respect Sundowns. You respect Sundowns فرق كبيرة بايرن ميونخ بايرن الوداد. So probably it's big question marks. دي علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي ليكوا وليا نفكر فيها. And I'm only 11 months. هو بقى لي 11 شهر بس في مصر. But believe me, I think we can do better than this year. صدقني ممكن أدي أفضل السنة الجاية عن السنة دي إن شاء الله. I promise that. حاجة كنت عايز أقول حاجة. هل الدوري المصري يفتكر مشكلة في الدوري المصري غير دوري أبطال أفريقيا غير المركز؟ Do you think the competition league is different than the African competition? Yes, the dowry here is totally different from Champions League. طبعا الدوري مختلف عن بطولة أفريقيا طبعا. Some people say, oh, the Champions League
is more easier than the dowry. في بعض الناس بتقول بطولة افريقيا اسهل من الدوري. So if Champions League is that easy, why you don't win it? طب لو بطولة افريقيا فعلا اسهل من الدوري ما كسبتهاش ليه؟ And when was the last time you won it? واخر مرة كسبتها كانت امتى؟ Do you know what I'm trying to say? فاهم انا عايز اقول ايه؟ And I don't want to mention مش عايز اوضح teams names. مش عايز اوضح اسامي مش عايز اذكر اسامي انديه who lost in Champions League اللي خسروا في بطولة افريقيا two times but we beat that team مرتين بكسبناهم مرة خلاص يعني okay so okay yeah. okay هقول لك على سؤال الدوري ولكن الحقيقة طبعا الموسم كان مسكر جدا هو هاتف ده بيك سيزون اجازتك ملاك اجازة سعيدة and we wish you a good holiday and regards to the South African people. Yes. I want to continue the first question about the goals you conceded. Maybe we need new players in the defensive line, or we'll keep the same defenders without any new, and you evaluate the to be honest with you, I think we could have still won the dowry with the same number of goals we conceded. I think ممكن بعد الأهداف اللي دخل فيها كان ممكن يكسب الدوري برضو. The pyramid game could have won it. ماتش بيراميدز كان ممكن يكسبه. في ماتشات كده كان ممكن يخلصها ويكسبها. We could have won at the end. كان ممكن يكسبها. كان في الاخر واحد بيتعادل في الاخر 1-1 بيتعادل معانا في الاخر. We missed a lot of goals. أخذنا فرص كتيرة جدا للتهديف. So I think we could have still won the dowry with the same number of goals. أعتقد برغم الأهداف اللي دخلت فينا كان ممكن يكسب الدوري برضه. If we taken those chances. لو كنا سجلنا الفرص اللي جات لنا. New players. Yeah, we have new players. No, you think about the new players in the defensive? Defensively, look, I'm not sure. Yeah, one or two maybe. One or two, not too much. ممكن واحد أو اثنين مش كتير. Okay, maybe three. يمكن مشكلة إن the coach is asking if you will sign a new players. Maybe yes. ممكن واحد أو two maybe. ممكن اثنين. احتمال اثنين. You know what I'm trying to say? اوكي احتمال. But لسه في دماغنا يعني مفكر فيه. But I want to score more. بس المشكلة برضه عايز اجيب جون اكتر. To win the game. عشان اكسب ماتشات اكتر. You know Barcelona? You know how many games they concede? حكى برشلونة. They concede فيهم كم؟ بيخش برشلونة بيخش جوان كتير. But they win. لكن بيكسب بيجيب جون كتير. You understand? Remember if you can play 0-0 for 36 games. You've got 36 points. And you did consider goal. But you're going to the division below. كنا حاسين درجة تانية. وقصده العبرة مش إنك بيخش فيك جوان بس المفروض تسجل. I want to thank you for your support. Thank you for your support. أشكركم كإعلاميين دعمكم ليا. We had small fights. فكان في بيننا مشادات بسيطة. As I was saying, I was paying my school fees. دفعت مصاريف اتعلمت ده مصاريف دفعتها تبع التعليم اتعلمت شويه and I'll be better وان شاء الله هبقى افضل I will improve اتحسن وهبقى افضل ان شاء الله we congratulate you and thank you for هنيجي نتكلم بقى دلوقتي على الجدول الدوري طبعا هنتكلم على الجماعه اللي هبطوا السنه دي وادي دجله الانتاج الحربي واسوان كابتن شريف اعتقد ان وادي دجله والانتاج الحربي واسوان ما قدموش المردود الكافي ان هم يقعدوا في الدوري الممتاز السنه دي. والله مش هما بس يا كابتن ايمن في فرق كتير كانت معرضه لاخر ماتشين ثلاثه في الدوري لنفس المصير يعني فكان في ظروف كبيره قوي ضد فرق كبيره كمان. ايوه يعني انت بتتكلم عن المحله وبتتكلم على الاسماعيلي وبتتكلم على مقاولين يا كابتن مقاولين كمان دي من فرق كبيره مقاولين قعد فتره من فترات تحت فعلا لا قعد يعني عنده ماتشات كسبها وعملت له سكور بس بقى مهدد جه في الاخر جه في الاخر بقى بيتغلب كبير انه يتعادل الماتش حضرتك بتتكلم كمان على ايه؟ ان المقاولين عرب ناهي السنه اللي فاتت الرابع حطك في مناوشات لاعب كونفدراليه يا كابتن ايوه صحيح ف ان الفرق دي تحدد مصيرها حتى كان في قضيه اتحكم فيها النهارده بالنسبه للمباراه كانت بتاع دجله بتاع دجله والجيش واتحكم فيها خلاص وصار الوضع زي ما هو كده صحيح فهارد لك للفرقه دي وان كان برضو من السنه اللي فاتت الفرقه دي كانت بتعاني بنفس المصير بنفس الشكل صحيح. اكيد كنا فاكر المقوله ان بيقول لك تصرف فلوس تصرف نظر دي يعني الفرق اللي عندها دعم مادي وعندها من اللعيبه وعندها من القوام في جميع الخطوط اللي احنا
بالنادي بيه لجميع الانديه عشان الدوري المصري يبقى على مستوى عالي وكبير كده بنفس الشكل. مزبوط. نعتبر انه احسن الدوريات اللي موجوده في المنطقه كلها يعني. صحيح. فهارد لك، ونتمنى ان الفرق اللي موجوده تاخد بشكل الاعتبار ايه اللي بيحصل مع الانديه دي لما بتنزل، بتبقى معاناه كبيره جدا عشان تقدر ترجع تاني. طيب. مش سهله يعني. من وجهه نظر حضرتك نسر النادي الاهلي هذا الموسم؟ لعيبه كتير يعني. انا لا، احنا عايزين واحد بس. انا اديني مجدي قفشه. ماشي. محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه. كابتن اسامه، ده من المواسم القليله اللي شهدت وعاد الثلاث فرق اللي طلعوا من الدرجه الاولى به هذا الموسم. بص يا ايمن، الامكانيات الماديه بقت بتتكلم عندنا. بص، سيراميكا كيلوباترا. غزل المحله، البنك الاهلي. ماشي. الامكانيات الماديه بقت بتتكلم في كره القدم. غزل المحله ما عندوش امكانيات ماديه بالقدر الكافي. ماشي ماشي. ما هو في ساعات بتبقى في استثناءات. يعني انت لما تيجي تتكلم على اسوان، الامكانيات الماديه عندهم ضعيفه جدا. أيه. الانتاج الحربي ما صرفش المصاريف الكامله وباع لعيبه مهمه جدا. اولهم عامر باعوا لسيراميكا اللي هو طالع من الدرجه الثانيه. ايوه. فرق معاهم كتير جدا. انا بكلمك على لعيب واحد، انا مش عايز اتكلم على لعيبه ثانيه. ايوه. وادي دجله ماشي في بس مرسي كمان. لا، انا مش عايز اتكلم على لعيبه قصدي لفرقه في يعني الفرقه في نفس يعني الليفل بتاعه يعني. نفس الليفل بالظبط يعني. مش حد كبير يعني، مش فرقه في التوب فور يعني. أيوة. مظبوط. انا اتكلمت على عامر بس ليه؟ انا كان ممكن اتكلم على لعيبه كتير بس انت بتقول اتكلم عشان الوقت. انا بقولك على اهو امكانيات ماديه لسيراميكا، اشترت واحد من افضل الاجوان في مصر من الانتاج، فرق مع الانتاج جدا جدا جدا. صحيح. تعالى الوادي دجله. وادي دجله فريق هايل واداريا ناجح وبقى له سنين كتيره في الدوري، بس انتهج سياسه في الفتره الاخيره في الخمس ست سنوات الاخيره يعني من ثلاث بيبيع لعيبه كتير جدا. أيوة. معتمد على الناشئين بس، ما بيجيبش لعيبه عندها خبرات. دخل في 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 تجربه انا شايف ان هي كانت مهدد بالهبوط في الثلاث اربع سنين الاخيره. أيوة. يعني كل سنه بيلحق نفسه على اخر ماتش او ماتشين. أيوة. ما اتعص منها. السنه دي بقى جات له فرق مؤثره، امكانياتها الماديه كبيره زي سيراميكا، زي البنك الاهلي صرفوا كتير جدا. غزل المحله كتر خير خالد عيد ولكن ده استثناء مش كل. أيوة. مره. ليه بقى؟ السنه الجايه طالع فاركو، امكانياته الماديه عاليه جدا. اشرية الدخان امكانياته الماديه عاليه جدا. صحيح. ما عشان هيصرف الشركات كلها. كوكا كولا امكانياتها الماديه عاليه جدا. صحيح. وخلي بالك دي كل الفرق دي هتبقى بتهدد الفرق الشعبيه بعد كده. مزبوط. بتسيبك من الاهلي والزمالك في منطقه تانية، لكن لو المصري ما صرفش كويس، لو اتحاد سكندري ما صرفش كويس، كل شويه في فرق شركات بتطلع بتصرف ملايين. صحيح. هتاثر على الوضع الانديه. ولذلك انا 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 معلش في مقوله غريبه جدا يقول لك ايه ده طلع من الدرجه الثانيه وقعد. بص يا ايمن، زمان ايامنا احنا كان الفريق اللي بيطلع من الدرجه الثانيه بيستمر بقوامه بتاع الدرجه الثانيه، او اذا غير بيغير لعيب او اثنين. لكن دلوقتي انت بتطلع ما تفهمنيش، مثلا لما يطلع سيراميكا كيلوباترا ويصرف مثلا 200 300 مليون ويجيب لعيبه مؤثره جدا وتقول ده صعد من الدرجه الثانيه، ما هو اسما هو صعد من الدرجه الثانيه، لكن جاب محمد ابراهيم وجاب صالح جمعه وجاب عامر عامر وجاب وهكذا. لو فاركو دلوقتي مثلا يطلع من الدرجه الثانيه، امكانياته الماديه تسمح له انه يقعد ويعمل كمان نتائج هايله في الدوري، غير فرق ممكن تكون عريقه ما بتصرفش وما فالمفهوم. صحيح. اتغير في الكره في الفتره العشر سنين الاخيره في موضوع الامكانيات الماديه. صحيح. فانا شايف انه منطقي جدا الثلاث فرق دولت نزلوا، مع احترامي الكامل ليهم، هم جاهدوا كده وكان البنك الاهلي على اخر ماتشين، لكن كان الشكل العام بيقول ان هم اقرب يعني. في اخر خمس ست اسابيع واضح. صحيح. ان هم كانوا اقرب ناس للهبوط يعني. طيب نسر الموسم النادي الاهلي. بص انا اقول لك ثلاثه اخر منهم واحد. لا بص انا قلت لي واحد. ما انا هقول لك واحد. ثانيه هقول لك واحد. ثانيه واحد. ما انا هقول له واحد. لا ما انا هقول لك بس ما انا هو واحد في الاخر. ماشي. الشناوي، قفشه، محمد شريف. كويس. اختار منهم واحد. احسن ثلاثه في الموسم من وجهه نظري. ماشي. اختار منهم واحد. طبعا معاهم ديانج، بس انا بتكلم على الثلاثه دول بالذات. اختار منهم واحد. انا شايف ان الشناوي رقم واحد. طيب كابتن عادل، النصر الموسم النادي الاهلي. الشناوي. الشناوي من وجهه نظر الشناوي. الشناوي عمل حاجات كتير قوي كويسه. الشناوي في بطوله افريقيا كسبك بطولات جامده. هارد لك ممكن يكون اخطا مره ولا اتنين، مفيش حد ما بيخطاش. ايوه. لكن محمد الشناوي مديك تقل.
كبير قياده، شايف انه افضل لاعب في النادي الاهلي. كابتن بلال، هي دي الدقيقه اللي خدوها كباتن ولا لا؟ لا خد دي دي عندك دقيقه. انا ما خدتش دقيقه، انا نسر الموسم. هو قال ان هو علق على انا يعني أيوة. لما قلت الشناوي عادل شرح، لان كنت اقول نفس الكلام اللي قاله. بص انا اتفق مع كباتن طبعا، بس انا بقول ان مجدي قفشه رقم واحد بالنسبه لي من وجهه نظر الشخصيه السنه دي. مجدي قفشه مساهم في كل المباريات الحاسمه بالنسبه للنادي الاهلي، نهائي افريقيا، السيمي فاينل، في الدوري العام برده كان بيأدي بشكل جيد جدا، في السوبر المصري، كاس مصر، لعيب وجوده مهم جدا 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 في النادي الاهلي، وبيفرق في شكل الشناوي رائع جدا جدا جدا، بس انا من وجهه نظري ان مجدي قفشه السنه دي موسم استثنائي بالنسبه لي. صحيح. انا مش انا بص انا خلي بالك، انا حطيت ثلاثه بس انت تختار واحد، حطيت ثلاثه في ليفل واحد. ايوه ايوه، شناوي وقفشه وشريف. أيوة. لكن انت لازم كنا نختار واحد يعني. هو الشناوي ليه على الاطلاق على طول الشناوي. الشناوي يا كابتن عمل يعني في مباريات كتير قوي شالها. صح. لوحده. صحيح. 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 بس احنا السنه اللي فاتت يمكن اخترنا الشناوي، يبقى السنه دي محمد مجدي قفشه. يبقى كده تعادل. يبقى تعادل. طيب. نروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس الحديث عن الحياة التحكيمية. أرجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس. كل سنة حضرتك طيب وأهلا وسهلا بيك. برحب بيك كابتن أيمن وكل سنة حضرتك طيب، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بنجومك الكبار والعظام كابتن شريف عبد المنعم، برحب بك كابتن شريف. كل سنه طيب يا كابتن، وبشكرك على التهنئه الجميله. كل سنه وانت بألف خير يا رب. الله يخليك. كم سنه يا كابتن؟ زي انا من جيل كابتن اسامه عرابي. 45 سنه يعني؟ بالظبط. كل سنه طيب يا كابتن. كنت طيب يا كابتن اسامه، برحب كابتن اسامه عرابي وكابتن عادل ابو الرحمن. كل سنه طيب. وكابتن النجم الكبير كابتن احمد بلال. الله يخليك. هابي بيرثداي. كل سنه طيب. الله يخليك. مبروك للنادي الاهلي على الاداء، على الختام الجيد، على الاداء والنتيجه. هارد لك لنادي اسوان، ادى مباراه كابتن ايمن النهارده مباراه جيده جدا، استمتعنا حقيقه طبعا بالمباراه. الحالات التحكيميه النهارده حالات تحكيميه فنيه، يعني فنيه يمكن البعض يرى ان هي حالات عاديه، ولكن هي في الفني التحكيمي لا، النهارده في حالات يمكن من خلال حالات هنشرح. بشيد بحكم سعيد حمزه، 45 سنه يا كابتن احمد، 45 سنه، المفروض هو السنه دي اخر سنه ليه. مش هنمد 50 سنه كابتن زي انجلترا كده؟ ده اللي انا هتكلم فيه كابتن. النهارده احنا النهارده الحكم بالعطاء، 45 سنه النهارده، هو ادى في شوط ثاني 7 دقائق وطاي، يعني النهارده 97 للدقيقه 97 هو بيقدر يجري، عنده حمل، عنده تحمل عام، عنده تحمل سرعه، عنده سرعه قصوى. النهارده لياقه بدنيه هو جاهز بشيد بيه. ايضا في قرارات بعد القرارات الحاسمه بالتعاون مع حكم الفار. اتمنى ان شاء الله ان هو لو في امكانيه يجدد، لا يجدد، لان هو اول مباراه ليه هذا الموسم كابتن احمد للنادي الاهلي. هذا الموسم اول مباراه ليه للنادي الاهلي سعيد حمزه في هذه المباراه. اروح تاني لحكم الفار محمد احمد عباس، وده اللي انا بتكلم عليه كابتن ايمن، حالات فنيه مهمه جدا جدا. محمد عباس النهارده ادى يعني درس امتى تدخل الفار طبقا للبروتوكول، امتى ما تدخلش. كان في تفاهم وتجانس ما بين محمد احمد عباس وكان سعيد حمزه. من خلال الحالات هنشرح حالات فنيه مهمه جدا جدا جدا. محمد عباس مع الرخصه يا كابتن. هو ايفار النهارده. كان ايفار النهارده محمد عباس، اللي ممكن خد قبل كده جائزه من اتحاد الكره على اداء متميز باتخاذ قرارات حاسمه في توقيت مهم جدا جدا. هروح لطاقم التحكيم النهارده. سعيد حمزه حكم الميدان، كان المتميز محمد عزازي حكم مساعد رقم واحد، حقيقه طبعا بشيد بادائه، وايضا اسامه السيد منطقه القاهره، وكان وليد الصياد منطقه البحيره كان الحكم الرابع. كان على الفار محمد احمد عباس، وكان كمان معاه خالد غندور حكم صاعد وواعد، ان شاء الله يكون ليه مستقبل في الفتره اللي جايه. نروح للحالات المهمه جدا كابتن احمد، وحالات فنيه جدا جدا، يمكن انت حتى ناقشتني في حاله هنشرحها من خلال هذه الحالات. اول حاله هنا سعيد حمزه بيطلق صافرته لاحتساب ركله جزاء. الخط هنا مش هو يمكن مش قادر يحدد هل هي من داخل ولا من خارج، ولكن هو احتسب المخالفه. هنا لابد انك انت ترجع نمره واحد للفار. هل المخالفه ايا كان بقى المخالفه هي خطا على لاعب النادي الاهلي او خطا على نادي اسوان، هنا المخالفه هل هي من خارج ولا من داخل؟ ده السؤال.
هنا طبعا المخالفه كانت من نرجع تاني كده مباراه 18 نرجع تاني كده باللقطه ونشوف عشان نقدر نحدد هل كان في مخالفه من داخل ولا من خارج. وده قرار مهمه جدا لمحمد احمد عباس مايو. هنا كابتن عادل كابتن شريف المخالفه هنا كانت من بره بصرف النظر مين اللي ارتكب المخالفه، ولكن هنا دور الفار. انت حسبت ركله جزاء يا كابتن احمد صحيح، انا بقول لك هي ركله جزاء من بره. كون ان انا اتدخل في المخالفه على مين دي مش بتاعتي، لان يعني تدخل في الحالات اللي هي داخل منطقه الجزاء بس اقول لك او لا. هنا كان خطا خارج وبالتالي ما اقدرش اتدخل، ولكن قلت لك ان المخالفه خارج منطقه الجزاء، وده قرار مهم جدا جدا من محمد احمد عباس. وسعيد حمزه ما بيتكلمش ده. انا اسال سؤال يا كابتن بعد اذنك، سؤال بعد اذنك يا كابتن سعيد. دي لو الفاول جه جول تتحسب ولا ما تتحسبش؟ مثلا لو فاول على شريف مثلا، لو فاول على شريف على شريف وجاب جول مباشره ما تتحسبش ما تتحسبش جول، يعني هيرجع للفار تاني ويحسبها بالظبط على الاهلي. هو دور الفار يا كابتن ايمن. طب كابتن ان ما يجيش هدف، هرد على احمد وارجع للكابتن. ما يجيش هدف ولا ركله جزاء يكون يسبقهم مخالفه. بمعنى ايه؟ ركله جزاء احتسبت وهي من خارج ما تتحسبش. طب ركله جزاء قبل ما تتحسب احمد بلال عمل مخالفه وراح جاب جون او عمل، لا ما تتحسبش. مش لعبه جديده تعتبر يعني؟ لا 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 ما تعتبرش لعبه جديده. انت ارتكبت المخالفه ورحت عملت هدف. تمام. بعد ضربه الضربه الحره كمان؟ يعني ضربه حره داخل الجون. خلاص انت استأنفت بقى، دي بقى حاجه جديده خالص. ضربه حره داخل الجون. جون؟ لا استأنفت يا كابتن، مش نفس اللعبه. يعني ايه؟ احنا بنتكلم النهارده لو انت حضرتك من نفس اللعبه ارتكبت مخالفه ورحت جبت هدف، الفار بيرجع يعمل شيك على المخالفه اللي انت ارتكبتها. الفار اداني كوره فاول بره ال 18؟ الفار لا الحكم اللي ادى يا كابتن. بص يا كابتن، هو الفار النهارده في اللعبه دي كان دوره ايه؟ انا بحدد لك هي من داخل او من خارج. تمام؟ انما اقول لك الخطا على مين؟ أيوة الكلام ده لو من جوه. كابتن من جوه هقول لك ان دي مش ركله جزاء، ان في مخالفه على لاعب مهاجم. كابتن انا كنت عايز اسالك في دي، يعني ازاي ما يقول له دي مش ضربه جزاء بس يقول له الفاول مش على مين؟ بص كابتن، يعني تدخل الفار احنا قلنا في اربع حاجات، هدف او ليس هدف، ركله جزاء او مش ركله جزاء، البطاقه الحمراء المباشره او الهويه المفقوده. يعني هو الخطا كان منين؟ من بره. الفار ما دخلش. يقول له بس دي مش ضربه جزاء. اقول له ان المخالفه من بره مش من جوه بس، اوضح له ان المخالفه دي مش من جوه كابتن عادل، هي من بره. وبالتالي احنا بنتكلم بقى في المخالفه على مين، ده موضوع تاني خالص نتكلم فيه بعد كده. نروح للحاله بعد كده، نشوف الحاله اللي جايه ديت مهمه جدا. وهنا ستوب، هو هنا احنا قلنا الحكم الافضل يبقى عندك قراءه للعب زي اللعب كده كابتن. هو شاف هنا الافضليه لمين؟ للنادي الاهلي، والمخالفه في نص الملعب سمح باستمرار اللعب وخلى الافضليه للنادي الاهلي. هنا اتاحت فرصه وقراءه جيده، كان ممكن من هنا الباص ده يتحط بيني لبره، كان ممكن يجي منها جول. يبقى الحكم النهارده كان ليه دور في ان يخلي اللعب يستمر، بيدي متعه يا كابتن احمد للمشاهد. انما انا هوقف في نص الملعب، هنا هوقف اللعب وبعدين هفقد المتعه، ولكن هنا بنقول الحكم الشاطر اللي هو عنده قراءه كويسه. هنا لو الباص راح شمال بيني كان ممكن يجي من هدف، ويبقى الحكم النهارده كان ليه دور في اتاحه الفرصه اللي كانت موجوده للعبه. بتيح بيه طبعا بسعيد في هذه الحاله. الحاله اللي جايه وحاله من الحالات المهمه جدا جدا، ونشوف قد ايه الفار النهارده كان رائع، قد ايه النهارده الفار وكان الحكم طبعا رائع. البعض من خلال الشكل العام يقول ان هنا في مخالفه. شوف هنا ديانج استخلاص كره ولا اروع، ايه بقى الكوره مظبوط، استخلاص كره ولا اروع يعني، ولا لمس اللاعب مظبوط لمس الكوره. العبره بان انا المس الكوره في الاول يا كابتن، حتى لو بعد كده حصل نتيجه التاكلينج ده تلامس مفيش مشكله خالص. هرجع بس للاول لاسامه السيد الحاله من اول، زي ما قلت لك ان الحاله دي حاله فنيه مهمه جدا كابتن احمد. البعض بيمشيها ولكن انا بتكلم كتحكيم. نروح لاسامه السيد، هو هنا خلى اللعبه تواصل واستمر اللعب مفيش تسلل. ونروح لهنا للفار سعيد حمزه ما حسبش حاجه، وهنا الفار عمل كونفيرم مفيش مخالفه نتيجه ان ديانج النهارده شاطر جدا في استخلاص الكره، وبالتالي مفيش مخالفه ركله الجزاء. نرجع تاني ونشوف، يلا نروح بقى هنا التسلل ماراثون نشوف، يعني يلا خلينا نشوف هنا امر باستمرار اللعب ماشي، ونشوف المخالفه بقى. خلاص خلينا نروح نشوف المخالفه ونشوف هل في مخالفه على الي ديانج. هنا شوف السرعه وشوف التركيز وشوف اليقظه نتكلم فيه. يلا خلينا نروح لديانج في اللعبه، خلينا نروح لديانج في اللعبه. يلا اللعبه الثانيه نشوف هنا اللعبه ديت واللي جه منها هدف، والبعض اعتقد ان اللاعب اصلا في تسلل.
دي اللعبه الفنيه كابتن احمد كابتن عادل، عاوز بس يعني نقف عندها شويه عشان ندي ثقافه تحكيميه للبعض. الكره دي عملت ارتداد الاول من فضلك، لا هات لي اللايف بعد اذنك، هات اللايف ماشي ستوب ستوب، واحده واحده هنمشي واحده واحده. يلا راحت هنا اللاعب اسوان، لحظه تمرير ستوب، الكره دي اوف سايد، الكره دي مش تسلل. لاعب اسوان هنا كابتن احمد مغطي في موقف سليم. لاعب النادي الاهلي هناك اللي هناك مغطي، ادي ادي واحد تركيز الحاجة مساعد. هنمشي بعد كده يلا هنا ستوب، لاعب اسوان لعب نمشي قبضة في الاهلي، هرجع بس هرجع تاني هرجع تاني معلش هرجع تاني معلش، وتخليني هنا في ايوه نمشي 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 ستوب. هنا لاعب النادي الاهلي محمود ايضا مغطي. كابتن احمد خليك معايا ماشي. طب لو لاعب نادي اسوان هنا في التسلل واقف في موقف تسلل والكره جات له من ارتداد من لاعب النادي الاهلي، يعني هعتبر النادي لاعب الاهلي هنا بعيد شويه ورا، واللاعب اسوان هنا في موقف خليك معايا الله يخليك في نفس اللقطه من فضلك. نرجع تاني اللعبه مهمه، هي دي بتعتبر دريبلي بلاي، يعني لعبه متعمد بالزبط. ولا ارتداد ولا مش بالظبط. تاني في حاجه اسمها دريبلي بلاي، هل لاعب النادي الاهلي لاعب اللي هو هنا لعب كره متعمد ولا خبطت فيه ولا هي ارتدت فيه؟ لا خبطت فيه. ارتداد واللاعب في موقف تسلل يبقى تسلل تسلل. ديليبريت بلاي اللاعب متعمد يستمر اللعب. بس يا كابتن دي هتبقى تقدير للحكم بالظبط. ممتاز ممتاز، انا بكلم بحييك عشان انا بقول يا كابتن لان دي كده النهارده بتاعت محمود وحيد دي هو صحيح طبعا احنا كلاعيبه كوره وانت خبرتك كحكم شايفينها ان هي ارتداد ارتداد بس ممكن واحد يتوقعها ان هو عشان كده انا قلت في البدايه عندي حاله فنيه تثقيفيه ندي بيها درس للحكام. صحيح كابتن. تاني لو هنا محمود وحيد عمل لعب متعمد، لو اللاعب ده في موقف تسلل اي جون يروح يجيب جون ماشي. طيب لو ارتدت في محمود وحيد واللاعب في موقف تسلل وراح يجيب جون، جون لا مش جون لا مش جون. احنا قلنا عندما ترتد الكره من القائم او من العارضه او من اللاعب المدافع وتروح للاعب في موقف تسلل تسلل، لو لعب متعمد يستمر اللعب. هنا حصل ايه؟ هنا ارتدت بس لاعب اسوان مش موقف تسلل، هنا اللاعب اسوان متغطي بلاعب النادي الاهلي. ايوه ونشوف اللعبه ديت في الفار عمل فيها ايه، نمشي بقى ونشوف. هنا اللاعب استلم في موقف سليم، ونشوف هنا كمان الفار لما جاب الحاله هيقول لنا ان هنا في، شوف يا كابتن هنا بقى لاعب النادي الاهلي هنا في البدايه ده استلم، احنا قلنا عليه استلم صح اللعبه الاولى كابتن شريف انا معاك هناك اللاعب الاهلي مغطي، ما زال مغطي. في اللعبه الثانيه في الفار اللي هي جبنا الهدف ايضا لما نشوف هنا الرجل هنا الشمال مغطية اليمين بتاع محمود وحيد مغطيه مغطيه اللاعب اللي هو كان فيه موجود، ودي حاله فنيه مهمه جدا. ما مشيت بيها بالحكم قدر يقدر كويس قوي قوي ان دي مش ديليبريت بلاي، دي ارتداد، وحكم الفار محمد احمد عباس. الحاله اللي بعد كده نروح للحاله ديت مهمه جدا جدا ونشوف حارس المرمى. هرجع تاني كابتن، هو حد يعني لمسه؟ سؤال، هرجع بس بالحاله تاني كده، هرجع بالحاله من فضلك. نشوف حارس المرمى، ما فيش حد اشترك معاه، لم يتدخل حد معاه او اي حاله من الحالات اللي احنا بنتكلم فيها. هو نزل وقع، نمشي خالص، وقع وقعد. هنا سيد حمزه قلنا الحكم يا كابتن لازم أن يبقى قاري، يبقى فاهم، يعني يعرف هذا اللاعب هل هو بيدعي الاصابه ولا هو بيضيع وقت. هو ده الحكم اللي احنا بنتكلم فيه. هو راح له هنا ونشوف بقى نروح راح له. احنا في دقيقه تقريبا حاجه و60، نادي اسوان كسبان 1-0. هنشوف سيد حمزه وبيروح ايه يكلمه، بيقول له ايه؟ بيقول له انت وقعت من غير حاجه وهتاخد الانذار. في حاله لو هو مش عايز ياخد انذار يستاذن الحكم ولا يعمل ايه اللاعب؟ طيب فندم انا لو اللاعب مش عايز ياخد انذار وحاسس ان في حاجه في رجلي تمام، يروح للحكم يستاذنه ويقول له في حاجه في رجلي، ولا هو خلاص هو وقع وقالك انا متعور كده من نفسه؟ بص لو هو عايز يتجنب الانذار ده. بص يا كابتن شريف، الاصابه واللاعب دي ذكاء حكم، انا ببقى عارف فعلا هل اللاعب ده مجهد ولا اللاعب ده اصيب ولا 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 هل اللاعب ده بيدعي الاصابه. زي ما قلت لك هنا دي قراءة الحكم. لو رفع له ايده يا كابتن كده وقال هو ماشي اوكي ماشي وكل وقت محسوب، بس هو حس سعيد حمزه ايه؟ ان هنا حارس المرمى بيضغط. وقال له ايه؟ قال له هضيف الوقت، وبتكلم على موضوع الوقت مهم جدا كابتن عادل، لان احيانا الحكام ما بتضيفش الوقت الاصلي. النادي الاهلي النهارده جاب الهدف في دقيقة 96، حق النادي الاهلي في الوقت. مش كده بتكلم في حاله سعيد حمزه، بقول امتياز في هذه الحاله. ونشوف تاني
قد ايه والله يا ريت يا كابتن كل الحكام يعملوا بالظبط بنفس لان بالزبط. 90% من حراس مرمى مصر كلهم بيعملوا نفس مع جميع الفرق دي. نفس اللقطه كابتن احمد انا بحكي في الحكايه ديت يعني دي يا كابتن يعني مثلا حضرتك معلش يعني نرجع للحاله دي معلش نرجع للحاله دي معلش سامحني مفيش اي حاجه خالص تستدعي ان هو سامحني نرجع للحاله معلش ولا حاله حارس المرمى خالص مفيش حاجه تستدعي يا كابتن بص الكوره متشاطه منين يا كابتن معلش هو الحارس لا ده البينالتي ده بس نرجع لحاله حارس المرمى اللي بعديها يعني اوكي طيب صعبه جدا اللي انا عايز اقوله ايه ان في حكم شاطر بيعرف ازاي يقدر يحسم ويدي الوقت الضايع وهنا حارس مرمى وقع من غير اي حاجه ولكن هنا استحكله نيجي محمد هاني ومحمد هاني يمكن مركز قوي هو اللي جري واعترض وقال فعلا انا ليه ركله جزاء والله وبيحلف هنا ما حدش فينا شاف حاجه الوحيد اللي شاف محمد هاني سيد حمزه امر باستمرار اللعب هرجع تاني شوف يا كابتن بقى هنا اللعب دي لعبه فنيه جدا نمشي ستوب هرجع تاني بس على اللي هي الايد اللي هي مفتوحه اللي هي دي الشمال البعض يقول ايه حاله تحكيميه مهمه دي ارتدت في الكتف وبعدين جت في الايد المفتوحه صح ولا مش صح يا كابتن علي صح وبعدين ادى ظهره تمام طب هنا في ركله جزاء ولا لا سؤال الكره قانون. غيرت مسارها كمان القانون بيقول ايه نوضح حتى لو ارتدت من الجسم رغم ان هي يعني عامله ايه قشطه كده في الكتف حتى لو ارتدت من جسمك يا كابتن احمد جت في صدرك وراحت لايديك المفتوحه اللي هي مش في وضع طبيعي ركله جزاء ده القانون وده الاعتبارات اذا هنا النهارده نرجع تاني نشوف هذه الكره مهمه جدا 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 بتتشاط البعض يقول لك دي جت في الايد اليمين ثم راحت في الايد الايه الشمال طب هل الايد الشمال اللي هي عامله بلوك في وضع طبيعي لا كابتن عادل لا بعيده طب بعيدة مفروضة طبقا للمعايير والكونسيدريشن لابس لاد مخالفة لابس لاد واضحة مليون في المية هنا كويس محمد أحمد عباس تدخل بالكرة كويس يستحق إنذار ليه؟ دي تزيد على إيه؟ المرمى دي خطر يعني ده التحكيم الراقي يا كابتن هنا بنقول للحكام إيه؟ لو تزيد على المرمى يبقى في منها فرصة ممكن تيجي هدف مظبوط وبالتالي هو لما عمل بلوك للكره ايه اللي حصل يا كابتن احمد منع هدف مش منع هدف لا هو كان ممكن منع فرصه هدف فهنا طبقا للمعايير كونسنتريشن القرار المخالفه ثم البطاقه الصفراء وهنا ده اللي عمله الفار محمد احمد عباس بشيد بيه ثاني بسعيد حمزه راح سعيد حمزه ونشوف الحاله راح ما ترددش ليه هو محمد احمد عباس شرح له اللعبه يا كابتن احمد قال له خلي بالك وهو جاي كده واحد اثنين ثلاثة لان هو بيشرح نتيجة فهمه للقانون وثقافة القانون راح سعيد حمزة للفار بص راح راجع حسب ركلة جزاء احنا بنقول النهاردة ان الحكم النهاردة كان جيد في لياقة بدنية كان حاسم جدا في الوقت بدل الضايع كابتن عادل قلنا ان الهدف النادي الاهلي في الدقيقة 96 هو ادى 7 دقائق حق للفريق بشيد بطاقم التحكيم بالكامل سيد حمزة وعزازي واسامة السيد وليد الصياد ومحمد احمد عباس مايو وخالد الغندور قدوا مباراة بشكل جيد نتمنى كاس بنقول تاني من خلال قناه النادي الاهلي الكاس ما يستحملش اخطاء يا كابتن هاني مظبوط ده لو كان في نصيب والكاس هيتلعب بشكرك وبقول تاني مبروك للنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس خليك يا كابتن وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي واسوان في ختام مباراه الدوري العام المصري لكره القدم موسم 2021 والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 ألف مبروك للنادي الأهلي وكل التوفيق للنادي الأهلي الفترة القادمة إن شاء الله حابب في النهاية أشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم ألف شكرا كابتن نورتنا بشكرك كابتن أيمن وبشكر فريق النادي الأهلي كله بمؤسسة جميعا على الموسم الطويل اللي حصل ده وجميع البطولات اللي خدناها الحمد لله فألف شكر للعيبة وألف شكر الجهاز الفني ومجلس إدارة والمجهود العظيم اللي حصل السنة دي ألف شكر كابتن عادل الرحمن بنشكرك كابتن شكرا جزيلا نورتنا بشكرك كابتن ايمن وفعلا النادي الاهلي عمل انجاز كبير قوي السنه دي بغض النظر عن خسارته للدوري اللي انا بقول عليها ان من اهم اسباب الفار يعني ولكن مبروك للنادي الاهلي موسم جيد موسم كبير ومبروك عليهم الصفقات الجديده والشغل الجديد اللي بيتعمل باذن الله كابتن اسامه عربي الف شكر كابتن نورتنا وشرفتنا الله يخليك شكرا يا ايمن ومبروك للنادي الاهلي بطولاته كلها اللي خدها وشكرا لكل من ساهم في البطولات سواء مجلس اداره لاعبين جهاز فني وان شاء الله نجاحات في المسابقات بقى اللي هتبتدي في شهر 9 وموسم ناجح الى حد كبير جدا يعني الحمد لله كابتن احمد بلال شرفتنا كابتن الف شكر الله يخليك كابتن ربنا يكرمك
حضرتك الاهلي طبعا على الدوري، لكن انجازات كبيره جدا السنه دي والسنه اللي فاتت يشكر عليها اللعيبه والجهاز ومجلس اداره النادي الاهلي، وفوق كل ده جمهور طبعا النادي الاهلي. وانا عايز اشكر القناه واشكرك وبشكر كابتن ناصر على الصدر الرحب اللي بيستحملنا فيه في الاسئله دايما، وبنشوف كل حاجه. والف شكر يا كابتن ومتشكرين جدا. شكرا انا اللي بشكركم يا كابتن شريف بصراحه. نشكرك والله. الله يخليك كابتن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.